بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ دكتور احمد عبد الخالق، استاذ ورئيس قسم الاشعه بكليه الطب جامعه المنصوره. كان لنا محاضره النهارده عن دور الفحص بالرنين المغناطيسي، وده طبعا من احدث الاجهزه، والجهاز ده موجود عندنا في جامعه المنصوره. هذا الجهاز بيبقى ليه قدره عشان يقدر يفرق بين اورام الحميده والخبيثه، ودي بتبقى مشكله بالنسبه للجراح عشان يقدر يحدد نوع العمليه اللي هي بتبقى موجوده. ولازم اي مريض او اي انسان يبتدي يقدر يشوف اي حاجه في جسمه، اي زايده في جسمه، يبتدي ما يسيبهاش ويفتكر انها دي حاجه عاديه، لازم يروح للدكتور يبتدي يكشف عليها. الدكتور بيبتدي يشوف ويبتدي يحسس على الماس ديت وهل يقدر يحددها. بتبقى صعبه طبعا باليد ان هو الفحص الاكلينيكي ان هو يقدر يفرق بين الاثنين دول، فبنلجا للوسائل الثانيه. الوسائل الثانيه زي الموجات فوق الصوتيه، لكن ما بيقدرش يحدد. بنلجا بعد كده للرنين المغناطيسي، وده مثل ان هو بيقدر يحدد الانسجه الرخوه جوه الجسم، ويقدر يفرق بين الاورام الحميده والخبيثه. وفي نفس الوقت لو بيبقى فيه صعب يفرق بين الاثنين، بيبتدي يحدد المكان اللي بنقدر ناخد العينه عشان نتيجه العينه تطلع مظبوطه. الحاجه الاخيره ان هو العيان ده بعد ما بياخد علاج بيبتدي يتعمل له متابعه عشان نشوف هل المريض ده استجاب لهذا العلاج او ما استجابش لهذا العلاج، وحسب درجه الاستجابه ديت بتحدد اذا كان هنكمل العلاج ولا هنوقف العلاج.